احتفالنا في الشك انه كلنا عارفين وشايفين وعايشين باجواء حرب وفي كتير ناس فقدت اهاليها وعائلات تشردت والاشي من محل انساني. احنا بنطلب من الجميع يوقف دقيقة حداد على كل ضحية ماتت في الحرب، إن كان في غزة وإن كان في العراق وإن كان في كل محل في كل العالم، وخاصة من الشعب اللي عم بتدمر يوم يوم. فبعد إذنكم نوقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء. شكرا. او بانهاء السنه الدراسيه بالحضانه، سنه طويله وحلوه ومليئه بالحيويات وبالاطفال الحلوين وبالاهل الرائعين. نشكركم كلكم اباء وامهات على هالامانه اللي حطيتوها عنا اللي هي اطفالكم. بتأمل انه نكون كنا قد الحمل، وقفنا في التزاماتنا تجاه الاطفال. نتمنى لاطفالنا كلياتهم يعيشوا في سلام وبرحمتي وينجحوا في كل شيء، خاصة الاطفال اللي عبرين مرحلة من الحضانة للروضات. نتمنى لهم يتوفقوا ويتهنوا، ونتمنى للأهل يشوفوهم ناجحين في حياتهم. ما في شك انه من وراء تربية الأطفال في الحضانة في كمان عنا مربيات اللي هم أشرفوا على العمل وتعبوا مع أطفالكم. فأنا من صميم قلبي بشكرهم، يعطيهم ألف عافية الجميع وبيستاهلوا ذلك. بديش اطول عليكم، بنشكر الاخت حنان ونتمنى ان تعملنا برنامج ممتع وحلو. يعطيكم الف عافيه وبالنجاح. بيشتد الحر والكل بيسبح بالبحر، فيه فواكه بتملي العين، اشهرها العنب والتين والبطيخ، واحنا طالعين عشان هذا اشهر. يلا مين بيعرف الجواب؟ اثنين بنتين، يلا جيبيها وتعالي يلا.